السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية سادس. اليوم رح نحل تمارين ومسائل صفحة 73. السؤال الأول، ضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي لكل من الأعداد التالية. هلا يا سادس رح أذكركم كيف كنا حكيت لكم المرة الماضية كيف نقارن بين الكسور أو حتى الترتيب التصاعدي والتناسلي بين الكسور. شو عمل أول إشي؟ حكينا من نحول الأعداد العشرية والنسب المئوية إلى كسور، وبعد ما نحولها لكسور يا سادس لازم يكون عندي المقام موحد. إذا ما كان عندي موحد بوحد المقام وبعدين بقارن. أول إشي رح أعمله هون بالسؤال، في عندي هون مثلا 7/10 بتنزل لأنها كسر. 23% هي عبارة عن 23/100، بس مثل ما احنا شايفين المقامات مش موحدة، بدي اوحد المقام. العشرة كده تصير 100، بضرب بعشرة بضرب بعشرة، شو بتصير؟ 70/100. رح اقارنها مع مين؟ 23/100، والاشارة 70 اكبر من 100، اذا الاشارة اكبر. 2 48% و68%، 48/100 رح ارجعها لكسر، 68/100، 48 طبعا مقام واحد اقل من 68، اذا الاشاره عندي هون اقل. 4/8 و50/100، الاربعة على 8 بتنزل، في عندي هون 50/100. كيف بدي اخلي 8 تصير 100 حتى يكون مقام واحد؟ بضربها بقديش؟ ب 12.5. شو بطلع عندي؟ 12.5 ضرب 4 50/100، وهنا في عندي 50/100 إشارة يساوي. عندي هون 3.5 و3 350%، عبارة عن 3 و5/10 لأنه هي عدد كسري، وهي 350/100. سادس حتى احول العدد الكسري لكسر شو كنا نعمل؟ بضرب 10 ضرب 3، 10 ضرب 3 قديش؟ 30، 30 زائد 5 35/10، حولتها لكسر 350/100. هاي نحولها الى كسر، تمام. طيب هسه في عندي هون 35/10، في عندي هون 100، هون عندي 10، لازم اوحد المقام، بضرب ب10 بضرب ب10 بيطلع عندي 350/100. رح اقارنها مع 350/100 والاشارة يساوي. ارجع عيد شو عملت في هذا السؤال. اول اشي انا بدي اقارن 3 و5/10 و350 بنسبة مئوية. اول اشي رجعت الاعداد عندي لكسر، 350 بنسبة مئوية هي عبارة عن 350/100، وهي عبارة عن 3 و5/10. هلا في عندي هون 10 وعندي هون 100، تمام، بس انا في هون مش كسر، عندي عدد كسري، بحوله لكسر كيف؟ 10 ضرب 5، 10 ضرب 3 30 زائد 5 35/10، وهون 350/100، لازم اوحد المقام، بضرب ب10 بضرب ب10، 350/100 و350/100 إشارة يساوي. رتب الأعداد التالية تصاعديا. هلا يا سادس نفس الشيء، الطريقة اللي عملتها برضه بالمقارنة رح أعملها بالتصاعدي والتنازلي، أحول كل إشي وأرجع كل إشي لكسر. عندي هون بنزل 12/100، رجعتها لكسر، سالب هون عدد كسري، 1 صحيح، و35 على 100 رح نرجعها لكسر هلا، 57/100 و15/20، هدول نزلتهم لأنهم كسور، هاي كسر نزل زي ما هو، وهاي نسبة مئوية حولتها لكسر، هون عندي عدد كسري هلا بحوله لكسر و12%. ال 12/100 أمورها تمام، بنزلها هون بدي أحولها لكسر، 100 ضرب 1 100 زائد 35 135/100 سالب، وهاي نزلت عندي 57/100، وهنا في عندي 15/20، كله 100 إلا العشرين هاي بحولها لمية. كيف؟ بضرب بخمسة بضرب بخمسة بتعطيني 75/100. هلأ بقدر أقارن بين بقدر أرتب تصاعدي. طبعا مثل ما احنا شايفين في عندي إشارة سالب، ودائما السالب أصغر من الموجب، رح تكون هي أصغر إشي، إذا هاي أصغر إشي. بروح لوين؟ للسؤال نفسه حتى أنزل الترتيب التصاعدي. رح يكون عندي كالتالي، مين أقل إشي عندي؟ السالب، إذا أقل إشي سالب 1 و35. بعديها مين عندي؟ بطلع على الأعداد السبعة معي، خلصنا من السالب، في عندي هون 12، في عندي 57، وفي عندي 75. طبعا بعديها مين بيجي عندي تصاعد؟ 12 اللي هي 12%، برجع للسؤال نفسه. بعدها في عندي 57%، وعندي أكبر إشي لي 15/20. رجعت للسؤال نفسه، هذا هو الترتيب التصاعدي الصحيح. أرجع أعيد شو عملت في الترتيب التصاعدي.
سواء ترتيب تصاعدي، سواء عندي المقارنة لازم أرجع كل إشي لكسر. في عندي هنا فاصلة عشرية رجعتها للكسر العادي، حتى النسبة المئوية رجعتها لكسر عادي. لما صار عندي كسر عادي لو طلع معي عدد كسر يا سادس بحوله لكسر عادي. 100 ضرب 1 100 زائد 35 135 على 100، ال 12% نزلت 57 على 100، وفي عندي 15 على 20. المقامات كلها 100 100 100 ما عاد هذا الرقم، بوحد المقام حتى أقدر أرتب. بضرب بخمسة بضرب بخمسة، 75 على 100، بعدين برتب الترتيب التصاعدي الصحيح. في عندي آخر سؤال، سؤال ثلاثة. إذا علمت أن 51% من طالبات الصف السادس يفضلن قراءة الكتب الأدبية، وربع الطالبات يفضلن قراءة القصص، و24% قراءة الكتب الاجتماعية، فما الكتب الأكثر تفضيلا لدى الطلاب؟ كيف بدي أعرف الكتب الأكثر تفضيلا إذا كل واحد فيهم ما راح أقدر أقارن إيش النسبة المئوية، إيش كسر، إيش عندي على شكل فاصلة عشرية؟ زي ما قلت لكم يا سادس بحول كل إشي لكسر عادية حتى أقدر أقارن. هلأ الكتب الأدبية 51% اللي هي عبارة عن كم؟ 51 على 100. هيني خلصت العدد الأول. ربع الطالبات يفضلن القصص، إذن القصص هاي نازلة على شكل كسر، تمام. الكتب الاجتماعية اللي هي 24 حرجحها ل كسرها 24 على 100. كيف بدي أقارن؟ في عندي 5، في عندي 51%، في عندي 51 على 100، في عندي ربع، وفي عندي 24 على 100. بدي أعمل طريقة حتى يكون حتى أقدر أشوف مين أكتر إشي. طبعا عندي المقام موحد بس ما عدا الأربعة، الأربعة بوحد المقام حتى أقدر أقارن. صار في عندي الكتب الأدبية 51 على 100 تقريبا بالنسبة هاي، القصص 25 على 100 لأني بعد ما وحدت المقام، الكتب الاجتماعية 24 على 100. إذن أكثر الكتب تفضيلا من هي؟ هسا المقام واحد، من أكثر؟ 51 ولا 25 ولا 24؟ إذن الكتب الأدبية، الكتب الأدبية هي الأكثر تفضيلا، الأكثر تفضيلا لدى الطالبات. الكتب الأدبية هي الأكثر تفضيلا لدى الطالبات. كيف عرفنا؟ زي ما قلت لكم دائما حتى أقدر أقارن بحول كل إشي لكسر عادي. 51% نزلت على شكل كسر عادي، ربع هاي نزلتها كسري أصلا، 24 على 100 رجعت على شكل كسر، كسر كسر كسر، 51 على 100، ربع 24 على 100. بوحد المقام لازم يكون كل نفس المقام حتى أقدر أقارن، ما عندي مشكلة غير في الربع. الربع ضربته في 25 عشان يطلع عندي 25 على 100. هلأ صار في عندي كل المقام موحد بقدر أقارن مين أكثر، 51 ولا 25 ولا 24، 51. إذن الكتب الأدبية هي الأكثر تفضيلا لدى الطلبة، تمام يا سادس. نفس المبدأ بتتبعه في الأكبر والأصغر، ونفس الإشي في الترتيب التصاعدي والتنازلي، حولوا كل إشي عندي لكسر، رجعوا كل إشي لكسر عادي. وإذا صار في عندي مشكلة في المقارنة بالمقامات بوحد المقامات حتى أقدر أقارن وأرتب. نكتب يا سادس حل الأسئلة على الدفتر وبعتولي على المنصة، ورح نعيد إن شاء الله في الزوم، ويعطيكم العافية.